قال بعد كم يوم قريت في جريدة الدار قبل كم يوم، قال شيخ اللمين ده بتاع تشيكسي بعد ما الله طفشوا من البلد دي مشى هناك هولندا ولا ما محل اللبن، امتى؟ اظنه اكل له لبن جاو ما عارف شنو، قال جاي راجع السودان. قال وان رمضان شهر عباده، لانه ربنا عز وجل قال ها شهر رمضان الذي انزل فيه القران. قال داري يجي هنا يحيي ذكر الله عز وجل، يعني تاني داري يجي يعمل لنا فيها اح 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 حرتي سرتي، لا هو الفجل لا هو البامبي. انت مشيت لحد هولندا لا عرفت فجل لا عرفت بامبي، انت جاينا ساكت؟ قال تاني جاي السودان. وانا اقول لك يا شيخ الامين تجي السودان تاني بنخش فيك شمال، انت ما بنخلي. والله صحيح تمشي هولندا بريطانيا بلجيكا تجينا هنا مش صوفي؟ ايوه. وتدعو الناس الى عباده المكاشف شيخك وسيدك البعلم الغيب والبعلم الجايه وبجيب الرائحه، هاي بنحذر منك الامه الاسلاميه احذر هذا المدعو شيخ التكسي شيخ ما عارف ليك شيخ الامين، انت اوعك. وده لسه جاري لناي جاري جاري استلام الرساله، ده بكون الرساله حصلته، عرف طبعا البرعي ما بينفع ما بينفع، انت كباش برضه ما بينفع، صايم ديما ما بينفع، هنا المحل ده بنقول لك امسك في الله وفك الشيوخ طوالي، بس ما عندنا حاجه ثانيه. اجيت قلت لك ناديني انا اقول يا فلان، قلت لك ناديني؟ قلت لك نادي شيخنا فلان؟ قلت لك؟ لا قلت لك اسال الله انت زعلان مالك ليه يعني؟ انا عارف ده موضوع ثاني ذات. ليه بس زعلان وكنت نقول لك اسال الله وخلي الشيخ، شيخك ده احسن من الله؟ لولا نبست الاولياء يلوي خشمك، شيخك ده احسن من الله؟ امسك في الله وخلي الشيخ. برعي مش بتحب البرعي هاي؟ برعي لبن، برعي زبادي، كابو في جمرمات، هاي البرعي ده ما تناديه، نادي الله اللي خلق البرعي وقتل البرعي. زعلان ليه يعني؟ انا داير اعرف الناس دي بتزعل ليه؟ ما تنادي البرعي، ما نادي البرعي، هاي ما تنادي البرعي، نادي الله، الله قال لك ناديني انا وقال ربكم، وانت لاسي ربكم ما عارفه؟ ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والله قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، والله قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. انت تسال الله براو، انادي الله براو، عقيدتك دي خليها في الله، خليها. شيخ اللمين ده ما كان عقيدته في المكاشف، لا المكاشف نفعه لا برعي نفعه، ابونا الشيخ ماشيين بنفسه ماشيين بجاهه، ما عرف الشيخ نفس لستكو طرشك انت، المهم يتورط في الورطه بتاعته دي. ولسه نحن يا شيخ اللمين سيك سيك معلق فيك، والله جل ما بنخليك لصقه، نحن امسخ من مويه الترمس زي ما قال شيخنا شهاب، والله جد وأليك من الصابون ما بنخليك، كله كله مرقوك في الإمارات بنتابعك، جابوك دبي ما بنخليك، جيت السودان هذا الرجم اللي الله خلق انت، والله جد يا شيخ الأمين ما بنخليك، كله كله وراك وراك، والله جد إلا التوب إلا التوب، حل واحد بس يا صوفية، دارين توقفوا المشاكل والكلام زي ما بقولوا جبهجية تقارب الجماعات الإسلامية، الصوفية يتوبوا من الشرك بعدك بنتفق معهم، ما تابوا من الشرك ما في اتفاق مع صوفية، عشان ما يجينا كوز مرض يقول لكم توحد الصف، ما في صف، صف بيتوحد بالعقيدة دي، بتاع البرعي يفك البرعي، كباشي يفك الكباشي، العطالة البجاي ديل ديل اللي هنا ديل ديل، يفكوا الختم وكلنا نعبد الله عز وجل، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والحلقة دي متواصلة كل اثنين وخميس في المكان ده، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.